اليوم الساعة 6 المساء احتفال بتنظمه رابطة أبناء بيروت بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن فعاليات طلع البدر علينا وبرعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بمسجد محمد الأمين بوسط بيروت. أيام السينما اللبنانية المستقلة ما زالت مستمرة ليكون ختام هالفعاليات مساء اليوم بتنظيم من نادي لكل الناس. اليوم عرض لفيلم إنسان شريف لجان كلود قدسي على خشبة مسرح مترو المدينة بتمام الساعة 6 المساء. من أجواء عيد الاستقلال بتحيي أوركسترا قوى الأمن الداخلي بمدرسة السلام الأنطونية بإبلياس أمسية بعنوان أنتو السيف ونحن الغنية بقيادة قائد موسيقى قوى الأمن العقيد زياد مراد. إذن كنا عم نشوف الغناء لكارول عون وشادي عيدموني. الأجواء الميلادية بدأت ومن بينها ريسيتال ديني مع المرنمة جومانا مدور يوم الأحد المقبل ب 26 شهر الساعة 7 المساء بدير سيدة العناية الصالحية بالجنوب. رحل عازف وصانع الناي والأستاذ بالمعهد الوطني العالي للموسيقى سمير سبليني عن عمر 71 عام، يعتبر من أهم عازفي الناي بلبنان والعالم العربي وواكب كبار الفنانين اللبنانيين والعرب. تحية لروحه، والأكيد أنه بعد هالمسيرة الطويلة بالموسيقى رح تبقى أعمال سمير سبليني لتخبر عنه. فني وتحديدا مع الطرب مع الفنانة دالين جبور تغني نور الهدى يوم الثلاثاء المقبل 28 شهر الساعة 8:30 المساء بالأونوماتوبيا. الاعتدال هو العنوان العريض لحدث رياضي روحي بجبال بدومان دي موريه من خلال ورشة عمل لإظهار نظرة العالم عن الاعتدال وكيف نظرة العالم وكيف تطبق أيضا من خلال صف اليوغا. هالورشة العمل من تنظيم خالد نحفاوي.
طرب وموسيقى صوفيه بامتياز رح تكون حاضره مساء اليوم مع فرقه تجلي صوفي بالالف ب بفرن الشباك بتمام الساعه 8. هذا إذن كانت جولة على أبرز وأقرب المحطات. قبل ما نختم وبأمسية رح تشهدها خشبة مسرح تياترو فاردان استوديو النجوم، أمسية بترجعنا إلى أغنيات يلي انعرفت بفترة التسعينات من خلال الفنان ريان الهبر. بكرة الجمعة الساعة 9:30 المساء. إذن هيدا كانت جولة سريعة على أبرز وأقرب المحطات. جوال منرجع لعندك لحتى نشوف حركة السير لليوم. إلي لبكي من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، معه منعرف كيف أحوال طرقات اليوم. مرحبا. مرحبا، كيفك؟ الحمد لله. تفضل. نبلش من المدخل الشمالي، عندنا حركة مرور ناشطة من نهر الكلب، بلش ضغط السير من دبي. اوكي. بتكمل من دبي باتجاه أنتلياس وصولا إلى نهر الموت، حركة مرور كثيفة. بتكمل من نهر الموت باتجاه الدورة ناشطة، بتقعد عن جسر الدورة الضغط، ببلش وصولا إلى الكارانتينا. بتكمل من الكارانتينا باتجاه شارل الحلو وصولا إلى الوسط، حركة مرور ناشطة. اوكي. عندنا حركة مرور كثيفة من المدخل الجنوبي، بتبلش من المدينة الرياضية، بتكمل باتجاه جسر الكولا. من جسر الكولا باتجاه النفع وصولا الوسط، حركة مرور كثيفة. اما بالنسبة للمدخل الشرقي، عندنا حركة مرور ناشطة على اليرزة، بتكمل باتجاه صياد ناشطة. اوكي. وصولا الى الكارانتينا، حركة مرور ناشطة. نعم. المكمل باتجاه جسر العدلية وصولا الى الاشرفية، حركة مرور كثيفة. اوكي. عندنا حركة مرور كثيفة من نفق البربير باتجاه جامع عبد الناصر وصولا الى كورنيش المزرعة. عندنا حركة مرور ناشطة من شارل مالك الاشرفية وصولا الى تقاطع برج الغزال. عندنا حركة مرور كثيفة على تقاطع برج المور باتجاه شارع الحمراء. اوكي. اما حوادث السير تسجلت عندنا خلال 24 ساعة الماضية، 6 حوادث للأسف، قتيلين وخمس جرحى. بالنسبة لمخالفات السرعة 1094 مخالفة. الاستفسار عن أي طريق ممكن الاتصال على 1720 تويتر @TMC لبنان، فيسبوك غرفة التحكم المروري. يعطيك ألف عافية. ميرسي. شكرا لك. بريك جديد بأخبار صباح، بنرجع من بعده منتابع، خليكن معنا.